الكرد اليوم طرحوا شخصيتين جديدة، فؤاد حسين وشخصية أخرى اللي طرحهم الديمقراط الكردستاني، والأخوة في الجانب اليكتي باقي لا زالوا مصرين على برهم صالح. اتصلنا بنواب من ديمقراطي وقالوا أنهم لحد الآن مصرين على هوشيار زيباري. ديمقراطي الكردستان جاي يضغط بهذا الاتجاه، ولا أعتقد أنهم سوف يصلون إلى نتيجة. هذا من باب رفع سقف المطالب، لكن هو القضية الأساسية هو يعني هم يعلنون الديمقراطي الكردستاني أنهم يريدون محافظة كركوك ويريدون المناصب الحكومية التي ستكون في الحكومة الاتحادية.